المسرحيات المهمة اللي حضرتك قدمتيها وشاركت في المسرح التجريبي مخدة الكحل مش كده، واخدت جايزة افضل عرض، خدت جوائز جميع مهرجانات التجريبي في العالم. الله. بعد ما فتحنا بيها مهرجان التجريبي في القاهرة دعيت الى كل مهرجانات التجريبي. رحنا سراييفو، بلد عمري ما كنت احلم اشوفها مثلا، رحنا الهند، رحنا ايطاليا، رحنا فرنسا، رحنا المانيا، كل المهرجانات عزمتنا ورحنا ولبينا الدعوة وخدنا كل الجوائز الأولى، ومن قرطاج كمان من تونس. يعني رحتوش العراق بيها؟ لا ما رحناش بيها العراق، لا رحنا تونس من البلاد العربية، تونس والشارقة، لكن بقية البلاد الأجنبية كلها.